بون انا حوار مع يا نجم، أهلا بيك. عسلامة، صح شربتكم يا مكشخين. اليوم وكما قلت لكم عنا حوار خاص مع اسلام المدب الاعلامي الرياضي، فما برشا مواضيع باش نحكيو فيهم معاه. لكن محور الموضوع هو شنية المشكلة بينه وبين جمهور المكشخ. نستناو اسلام يدخل. استناو الإعلامي سلام المدب باش ينضم لينا في المباشر. عن شوي سؤالات، بما انه تعرفوا انتم اللي فما مشاكل صغيرة بين سلام وبين جمهور المكشخة مؤخرا. دونك هذاك علاش قررنا باش نعمل اليوم حوار مباشر بينا وبين الإعلامي اسلام، باش نستوضحوا فيه برشا حاجات. ميسالش يا وسام، ميسالش. نستناوه. نجمو تخليو لنا الأسئلة نتاعكم في التعليقات. بشير قروي، جمهور الكرة قاسي برشا ما يرحم حد. باهي، معقول معقول. اما نحنا اليوم باش نحاول نبسطو برشا حاجات، وفما حاجات اللي الجمهور معتها ما يعرفهاش، واللي اليوم باش نوضحوها. فما صارت معتها مغالطات، راهو فما مغالطات قاعدة تصير على الفيسبوك، واليوم باش نوضحوا برشا حاجات. استنوا مع بعض. نجمو تخليونا الأسئلة متاعكم في التعليقات. اللي عنده سؤال للإعلامي الرياضي إسلام المدب يخليه في تعليق ونحن نوصلوه.
نحن نوصله. ده على اسلام صح شريط اخوي، صباح صح لباس. شريط، الحمد لله. وينك انت؟ شنحوالك؟ هاني الحمد لله، صح شريط وصح شريط الناس كل اللي قاعدين يسمعوا فينا ويتابعوا فينا. عايشك عايشك، بارك الله فيك. شنية امورك مع الكورونا، مع الحجر الصحي؟ شو عامل بالضبط؟ والله البريود الأولى كنا في الدار، عملت يمكن شهر هكاك حاجة هكاك في الدار، ما نخرجوش، وحتى في الخدمة قاعدة نخدموا هاد ديستونس. مي أنا توا جمعتين رجعنا، سي بون رجعنا الريتم العادي بيها، نخدموا بشوية بشوية. يعني قاعدة توفق ما بين الخدمة متاعك وما بين الحجر. والله اني جوست الخدمة، نمشي للخدمة ولا واحد الداك، او جوست نمشي نقضي شي قضيات وما اكثرش معناها هذاك اي هو. كي اي فهمتك، كيما الناس الكل بريسك. بون، اما الحق ملتزم، ملتزم مع الاخر، ما نخرجش من الدار، بريسك في لازمك الدار، لازم لازم ندعو اي. الناس الكل باش يشدوا ديارهم ويخرجوا كان لازم فلازم. حتى بصراحة بعد الحاجات الجد اللي تبدلوا اي كما نقول لي تبدو في الكونفينمون، العباد تحسها ما عادش ملتزمة كيما من الاول، تخلطت شوية، إن شاء الله العباد تلتزم وكذا. ان شاء الله خويا، ان شاء الله. بون سلام، فما عباد تعرفك بتبيع، وفما عباد تبع فينا مازلت ما تعرفش شكون هو اسلام. نجم تعرف لنا بروحك سلام؟ سلام المدب، صحفي في اكسبريس اف ام، ايضا رئيس تحرير صحيفة الرياضية اللي تصدر كلها 4 صحيفة تقريبا، بدأت في جويلية اللي فات، قاعدين نعملوا فيها أرقام مبيعات محترمة، بدينا نفك بلاصتنا في السوق. على كل برشة شهادات قاعدة تجينا في الإطار هذا، تشكر في الخدمة اللي قاعدين نخدموا فيها، خاصة في الجريدة قاعدين نعملوا في حاجات جدد، ماناش نعملوا في ستيل الكلاسيك نتاع الجرايد، نحاولوا نعطيو حق ليكيبات الكل، وإذا كان فما حقيقة تهم أي كيب أو أي جمعية نعطيوها ما نخبيوهاش مهما تكون اسم الجمعية. فهمتك. تو على ذكر الكرة وعلى ذكر النشاط الرياضي إسلام، انت شنو رأيك في العودة متاع النشاط الرياضي؟ معناتها على حسب ما قاعدين نسمعوا توا، اللي فما وسائل الإعلام قاعدة تقول اللي معناتها فما إمكانية باش يرجع معناتها النشاط الرياضي في جوان ولا في نص جوان. شنو معناتها، شنو رأيك انت؟ هل انت مع ام ضد؟ بون الحقيقة مانيش مع على الاخر، خاطر باش تقول عشان تقول لي فما مثلا المانيا باش ترجع في نصف الشهر هذا، لكن فارق الامكانيات بين تونس والمانيا، المانيا عارفش عادي في النهار يعملوا لك ما عارفش قداش من تحاليل، في تونس راك تشوف بالسيف خالتين، معناها الامكانيات المادية ما تسمحش حتى باش ناخذ الاحتياطات اللازمة، تشوف الملاعبين الكل في المانيا تو عامل لهم التحاليل الكل، ايه ديجا خرجوا ديكا 3 في كولن وفي في جمعيات اخرين زاد خرجوا ديكا، احنا ما عندناش ايه امكانيات باش نعمل الملاعبيه الكل، دونك نشوفها ريسكي الحكايه، كنت نفضل نزيد نصبر شويه تكون في اوت ان شاء الله نرجعوا في عقلنا، ولو انه مازال فما حد شيء رسمي، معناها الجامعه حطت خارطه نتاع طريق، لكن مازال ايه تنتظر في الموافقه نتاع السلطات الصحيه والامنيه في البلاد. بون سليم، انا باش نحكي معاك مش معناتها كاعلامي محايد بيع، باش نحكي باسمي وباسم المكشخين الكل اللي قاعدين يتفرجوا فينا، احكي وحتى كمان غير تقول واضح. نعتبره اسلام لو كان الموسم الرياضي معناتها ما يرجعش، معناتها نعتبره انه فما حل اخر. لو تم منح البطولة للترجي، هل انت تعتبر القرار هذا عادل ام ظالم؟ باهي باش نكونوا متفاهمين الساعة، الترجي أحسن فريق السنة، والدليل على ذاك اللي كان اللي بين الجمعيات الكل، لكن أنا مفضل تكمل البطولة اليوم غدوة العام الجاي عامين أخرين، المهم تكمل البطولة نتاع أنك توقف الشامبيونات تعطيها ليكيب كيما صار توا في هولندا، لا في فرنسا سمح، كيما صار في فرنسا ما نشوفوش قرار عادل، نشوف البطولة لازم تكمل
وتراجي تستحب باش تكون هي بطل حسب رايي يعني، معناتها حسب ما تشوف ليكار، لكن مش كان بطل، فما مرتبه ثانيه يعني بتاع الشامبيونز ليج، فما ماتشات، فما ايكيبات باش تاهل الكاف، فما اي تنجم ايكيبات تلعب على سامحني. الرجول، دونك باش اي تظلم هكا الجمعيات. انا ضد اللي صار في فرنسا، معناها مثلا ايكيب كيما اميا مازالت الشامبيونات ما معروفاتش، معناها تلقى روحها طاحت، ما هيش عادل. اولمبيك ليون كيف كيف ما تعادلتش الشامبيونز ليج رغم اللي نحب الوام انا، ما هوش عادل الديسيزيون اللي صارت، معناها الشامبيونات لازم اي تكمل في اي بطولة معناها. اي اما اسلام تنجم معناتها انت معناتها تكمل كما تقول كما قلت انت تنجم معناتها تاخذ الترتيب الحالي نتاع الفرق التونسيه تاخذ الاول والثاني اللي هم بطبيعتهم مش يمشيوا للشامبيونز ليج ومن غير ما طايح حتى فريق للرابطه الثانيه معناتها نصور صارت هذه في برشا دوريات. لا بصراحة تاكت انت هكا وتشوف المستوى بعيد برشا على بعض، بتزيد كيبيت الاخرين. اولا من ناحية الروزنامة ما عرفش تسمح عندك بتزيد اكثر ماتشات العام الجاي باش تكثر على الروزنامة، تولي انت هكا تشوف تو الاسبيرونس والا اللي كيبيت تلعب في الكوب دافريك تتشكى مريت نتاع المقابلات، تشوف عم ناوي المعين شعباني معناتها ايه يلعب بتشكيلة في كل ماتش، معناها بحالي بتزيد اكثر كيبيت واكثر ماتشات، هذا شارج اكثر معناها. وكيف كيف حتى النيفو حتى من ناحية المستوى نتاع الجمعيات المهم باش يبعد شويه على بعضه، دونك انا من نشوف اللي لازم نقص في كيبير معناها مش نزيده، وما نخسر حد شيء معناها كي تكمل الشامبيونات، كل حد معناها باش ياخذ حقه معناها تكمل اليوم غدوه عام الجاي كما قلت لك ما يبدل حد شيء معناها. صحيح. اسلام بما انك انت اعلامي رياضي هل ترى انه ترجي ماخذ حقه معناتها اعلاميا ماخذ حقه اعلاميا مقارنه كما نقولوا كما نشوفوا احنا تو مثلا الزمالك المصري كما نشوفوا الاهلي المصري يعني الاعلام المصري قاعد يساند فيهم بقوه يعني في مصر يعني ترجي لهنا كما حسب ما قاعدين نراو انه الحق نتاعو مهضوم برشا هل انت ترى انه معناتها ماخذ حقه كما الجمعيات الكبيره الكل ما نتصورش جماعة كيب البلد تقصد في تونس ولا في افريقيا؟ والله انا نحكي في الافريق اي باش نكونوا متفاهمين لهنا، الاعلام المغاربه انت جبت مصر الحقيقه هما اقوى منا برشا، تشوف عدد التلافز انت في مصر ما نعرفش نجي نحسب نضيع برشا تلافز معناها، في تونس مش كيف كيف، القنوات الرياضيه في مصر برشا قنوات، الاهلي والزمالك كل جمعيه عندها قناه نتاعها، دونك معناتها حاجه طبيعيه باش يكونوا هما اقوى معناها وباش يكونوا هما اعلاميا اقوى. في تونس شنو عندنا برنامج في كل قناه عندنا، معناتها ماهوش سيفيزون باش معناتها تحط مثلا الفالور نتاع اسبيرونس حقيقيه معناها في الجمعيات هذه. اي اما معناتها كي تشوف انت برشا مظالم تعرض لها معناتها الترجي وجمهوره مثلا كيما الحادثه اللي تعرض لها جمهور الترجي في مصر من اي الاعتداءات من الامن المصري وكذا هذيك لو كان جات صايرت في تونس الامن الاعلام المصري راهو قام وهبط عليها الحاجه كيفنا كيك نحن حاجه كيفنا كيك ما صارتش عليها بلبله في تونس معناها يعني انت تمشي تبعث 1000 ولا 2000 بشر غادي يمشي ياكلوا ضرب ويروحوا نتصور ماهيش عاديه يعني الرأي انه معناتها اعلاميا معناتها فما تقصير الرأي اعلاميا فما تقصير في الحق نتاع الجمعيات وترجي كممثل للأندية في افريقيا. كما قلت لك اقوى منا بصراحه في مصر، الاعلام نتاعهم قوي برشا، ياثر وياثر برشا، ولو انه الحادثه اللي صارت استغل الفرصه باش ندينا، خاطر حتى حد ما يقبل اللي صار في مع جمهور ترجي والا اي جمهور اخر تونسي والا مصري والا حتى لو كان مصري بيدو، يعني حتى حد ما يقبل الحاجات اللي صار مهما كان، هما قالوا بروفوكاسيون مهما كانت البروفوكاسيون خويا تشد وانت تهزو ده ما عرفش تعمل بالقانون تحاسبه، اما مش بالطريقه هذيك نتاع الضرب والهمجيه والحاجات اللي صار. الحاجه اللي نحمد عليها ربي في تونس اللي على الاقل بصراحه عندنا بلاد ديمقراطيه خويا، نحمد ربي الحمد ماهيش لله كيما مصر والا اي بلدان اخرين، ما عندهمش مازال الى حد الان دوله البوليس ودوله الحاكم ودوله الحاجات هذو معناها. فهمتك سليم. تو بنحاولوا ندخلوا معناتها للموضوع الاصلي متاعنا اللي انا استضفتك عليه سليم. انت معناتها الاونه الاخيره معناتها تنشرت عليك برشا منشورات على صفحات فيسبوك حدثوا عليك برشا خاصه الصفحات الترجيه هذاك علاش انا واحد من الناس حبيت نعمل معاك الحوار هذا باش نعرف شنو هي السبب اللي يخلي اسلام معناتها يعمل مشكله بينه وبين جمهور متاع الترجي شنو هي السبب؟
بون، هي هذه الحقيقة موجودة في الخدمة نتاعنا وضريبة نتاع الخدمة نتاعنا. سعيد معناها حاجات هذه مع الجمعيات. باهي باش نبداو بأول الحكاية. أنا حاس برشا ناس بعثولي وفسرت لهم الحكاية، فما اللي قبل فما اللي مقبلش، دونك كل حد كيف يشوف الموضوع. اللي ما يفرقش كي تقولي الصفحات نتاع الرجل، خاطر إيه تشوف أنت مثلا الصفحة نتاعك أنت تصفحتها. ما شاء الله صفحة كبيرة، لكن لما فما حتى نهار هبطوا عليها حتى حاجة. الباجيت فما باجيت معينة نتاع عباد معينين نتاع شخص معين قلت لك عليه أنا في البريفي، مش لازم واضح نسميهم، أنا قلت لك عليه واضح هو في البريفي عنده مشكلة شخصية معايا أنا. هو ديجا فما، ما يعرفش عندك معلومة ولا فما حتى جروب عاملينه الباجيت الكبار هذم فيهم فيه لي زادمين الكل يحكيوا فيه ويتفاهموا، إذا كان حد يحبوا يعملوا عليه حملة يتفاهموا بيناتهم ويعملوا حاجات هذم الكل في الخدمة نتاعي. ظهر لي في نهائي، بعثت لك الفيديو في نهائي الكاس في تشامبيونز ليج عملناه ضد الاهلي، نايس بعض المنظمه اللي صارت من حكم ماهر عبيد شارف. انا الصحافي الوحيد بقولها بكل تواضع انا في تونس وحتى في مصر اللي حكي على شبهه نتاع تعيين مشبول حكم ماهر عبيد شارف، وكنت حكيت وقتها فما الفيديو بعثته لك شفته، كنت اي حكيت انه فما صحافي مصري اتصل بيا وقت ماتش الجمعه ولا السبت. الصحافي المصري اتصل بي من نهار الاثنين معناها قبل التعيين تاع الحكم ممكن 4 5 ايام، وقال لي على اسم الحكم. كنت فضحت الحاجه هذه وقال لي انه باش يصير في الماتش كذا وكذا وكذا، واللي قال عليه كل صار، اي وصارت المنظمه الترجي وصارت الناس الكل شهدت شنو صار. انا الوحيد اللي كنت حكيت في الحاجه هذه، وكنت حتى اتفقت مع الصحافي المصري باش يتدخل معايا في المباشر في اكسبريس اف ام، ووعدني من الاول، لكن بعد ما صار عليه ضغوطات وخاف، وباعتبار انه شركه نتاع بريزونتيشن الاماراتيه اللي واخذه تقريبا هي مسيطره على الاعلام في مصر، وهي مسيطره تتحكم حتى عندها اسهم في الاهلي المصري، ممكن صاروا عليه ضغوطات ما حبش يتدخل. على الكل كنت فضحت الممارسات هذه، وانا معناتها كنت اعطيت حق ترجي، وممكن مساهم على الاقل بنسبه صغيره في انه ترجي ما تظلمش في مقابله الاياب بعد الحمله اللي صارت وبعد الفضيحه اللي فضحتها للحكم نتاع مقابله الذهاب. تقول لي انت مثلا فما شكون قال لي بعد ما جبت خالد بن يحيى تخرج في كوزين انتيرن نتاع ترجي. انا مهمتي كصحافي مبربش خويا، نحب نحكي في الكواليس نتاع كل شيء، اللي يقولوا الانفيتي نتاعي ما نتحملش انا مسؤوليته. مثلا واضح انا نعطيك حتى دي زيكزومبل صارت حتى مع الكلوب مؤخرا، جبت المندوب الحداد تحكي لي حاجات فايح في الكلوب صغيرين، مثلا تاع ملاعبيه توصل تبات جعانين، تجمع تلقى كل شيء، دي فيديو هذم كل موافقين معناها على الباج نتاع اليوتيوب نتاعي، عشان اليوتيوب نتاعي تجمع تدخل وتشوفهم. اسلام مد المندوب الحداد حكي على حاجات كيما هكا فايح، قال لي يحكي لي في اللايف، قال وصلت انا واجدي صيحلي ما نلقاوش باش ناكلوا في خاطر ماهيش خالصين. هبطت ارتيكل مثلا الجمعه اللي فاتت في الجريده نتاعنا اللي يتهموا فينا اللي هي ضد ترجي، هبطنا ارتيكل نتاع ايوب التيتا دوم الدار نتاعه هو وامه. انا خويا ما نخافش ما نترددش، سواء الترجي والا سواء الافريقي والا سواء الكوال والا سواء السياسات والا اي جمعيه اخرى، راني نلقى اي حقيقه واي حاجه مثبت منها، ومن هبط كل مثبت منه من مصدر واثنين وثلاثه، اي حاجه مثبت منها راني نهبطها. ما نخافش من حد، ما يقع حساب حد في خدمتي، عيني مسكرين على جمعيات الكل، وبعثت لك انا الفيديو وشفتهم. اذا كان شو نهار جيب لي كلمه انا قلتها كلمه خايبه والا كلمه تمس من الاسبيرونس والا من جمهور الاسبيرونس، اجي اخويا اعطيك حقك وحق الناس الكل اللي يسبوا فيه. باهي اسلام، اما المعامله هذه كما قلت انت تبربش، حسب ما قلت انت تبربيش، معناتها نتاعك معناتها مش قاعدين نراو فيه، معناتها بتساوية مع الجمعيات الكل. هل كيف اه تقول؟ هل لو ديجا كنت معناتها قاعدين نراو انه اسلام المد معناتها مركز الاغلبيه على الترجي. علاش؟ هل انه هذا بسبب معناتها ميولات رياضية عندك ولا كيفاش؟ لشكون ميولات؟ والله ما نعرفش انا، ما اذا كان عندك معناتها جمعية معناتها انت تحبها وهي معناتها كيما نقولوا احنا الغريمة نتاع الاسبيرانس، هل هي انك معناتها تخليك معناتها تختار القلم هذا نتاع انك تحط الترجي في مكان معين في كيما نقولوا احنا تبربشها اكثر من اللازم؟
انا كنت احكي لك على الاكزومبل نتاع منيوب الحديد، شنو تسمي الحاجه اللي ذاك حكايه الحكايه منيوب الحديد في الكوليس، شنو تسميه اي معناها؟ اي نمشي معاه، مثلا نمشي معاه. مثلا شنو الكلام اللي قال مثلا معز حسن ما نلعبش في الفريق خاطر ما تعجبنيش، انا مستعد توا مثلا فما حكايه سالته من اسامه الحديد على بطوله الكوليوب 2015 واللي صار فيها مثلا برشا كلام وقتها من بينالتيات وعلى التحكيم للكلوب والانحياز للكلوب، سالت عليها اسامه الحديد، سال عليها سيف الجزيري، وريك مساجات تاع من جمهور الكلوب بعثوهم لي في نفس الكلام اللي قلت عليه انت. شوف انا شنو قلت، اذا كان خويا يسبوك الكلوب يستاهل ويسبوك المكشخين بون التوال وصفاقس ما صاروش معاهم ديكا خاطر ما مانيش الحقيقه ما جبتش برشا من التوال وصفاقس خاطر اي اي بحكم البعد في سوسه وصفاقس حتى لي زانفيتي اللي نكلمهم يلقاو شويه صعوبه باش يجي، وكان شي كيتويت نجيبوا شكون ضيوف من اللاعبين يلعبوا في تونس كما الجمعه اللي فاتت محمد المثاني خاطر يسكن في تونس جاء. دونك كيما قلت لك انا ما نبعث لك حتى بعض مساجات تنشرهم من كلوب سي يسبوا فيا، فانا عشت في بطوله 2015 ولا بطوله 2008 الحكايات اللي صاير عليهم بوليميك ماهوش موقفي انا هذاك، هذاك ماهوش موقفي انا سواء الكلوب ولا اسبيرونس، هذاك حكايات صاير عليهم بوليميك ويتجبدوا في الفيسبوك ويتحكى عليهم في الفيسبوك، كان نطرح المشكل والكلام اللي يقوله الانفيتي ما تحاسبش عليه انا، يتحاسب عليه هو سواء خالد بن يحيى والا منوب الحداد والا اي حد جبته وحكاه على فلان وفلان، راهو ماهوش موقفي انا ماهوش كلامي انا، انا نطرح السؤال وذيك مهمتي كصحابي باش نطرح السؤال، والجواب اللي يقول الانفيتي ماهوش موقفي انا، ما تحاسبش عليه انا، يتحاسب عليه هو معناها. بإسلام، ما تحسش انه ساعات معناتها الانترفيو اللي باش تعمله معناتها ما يكونش في وقته؟ باش نعطيك مثال، فما معناتها مكشخين معناتها اتهموك ببث البلبله وزرع وزرع الفتنه في داخل اسوار الحديقه ب، علاش؟ على خاطر الحوار اللي عملته مع ماهر بالصغير لو كان تتذكر، هذاك اللي زاد الطين بله وقت اللي قال اللي عملته انت قبل 7 شهور لو كان تتذكر، هذاك معناتها عمل، هذاك عمل معناتها بوليميك كبيرة معناتها الفيديو هذاك، معناتها ما تحسش انت ساعات انه الانترفيو ساعات يلزم يجي في وقت معين، معناتها مش معناتها خاصة الفيديو متاع المير بالصغير ماهوش وقته هذاك، خاصة انه معناتها الامور معكرة بينه وبين الشعبين. كيفاش تكون قايم مش كون وقته ومش وقته؟ شوف راهو انا صحافي انا مانيش نخدم لا في الترجي لا اي في اي الكلوب فهمك، اي اي لا في حد، انا مهمتي ناخذ معلومه، انا الانترفيو هذاك كي ماهر بصغير قال لي حاجه كيما كيك انا تسمى نجحت في الانترفيو نتاعي خرجت منه حاجه تسمى نجحت، راني ما لازمش انت نفهمك مكشخ تقول لي مش وقته معناها، لكن اي انا نوتر ما يهمنيش الوقت ما يهمنيش التوقيت، يهمني ناخذ المعلومه الصحيحه، وماهر بصغير هو يتحمل مسؤوليته ما خممش هو في الوقت اسكو وقته ولا مش وقته باش نخمم انا في الوقت هذاك معناها، سوى هو واحد ولا واحد واحد اخر، انا مهمتي ناخذ معلومه وناخذ الانترفيو نتاعي ونخرج احسن ما يمكن من الانترفيو باش العباد تحكي عليه. واضح سليم. معناتها باش نقول لك انا توا، معناتها فما اتهامات معناتها انت ساعات معناتها تبثهم في المقالات نتاعك، مثلا انت اتهمت الترجي انها تتدخل في القائمه الدوليه للتحكيم، عندك مانيش مقال كيفاش؟ عندك مقال مانيش مثلا في عندك مقال مثلا في الجريده نتاعك كاتب حسنه الترجي تثبت بوعلي في القائمه الدوليه واخرجت الجريدي بسبب مواجهه المتلوث، هذه نلقاها في الجريده نتاع الرياضيه ظهر. اي انا مانيش باسمي انا مكتوب مقال والله ما نعرفش، ما انت رئيس تحرير نتاع ال، رئيس تحرير خويا، عندي صحفيين يخدموا معايا صحفيين بسميهم مثلا يخدم معايا مهدي عبيد من شمس افلام، يخدم معايا مراد الربيع، يخدم علي معايا محمد علي الهداجي، خويا انا عندي صحفيين وعندهم مسؤول معلوماتهم، ونكون متاكد اذا كان هبطنا حاجه راهو على اي جمعيه نكون متاكد لما نكون متاكدين منها كان من مصدر واثنين وثلاثه، كما هبطنا قلت لك على الترجي وعلى اي جمعيه اخرى نهبطوا راهو ما نتردوش باش نهبطوا سواء على الكليوب ولا على الترجي، نحن هبطنا مثلا عبد السلام اليونسي اول ناس هبطنا الحكايه نتاع التدليس في الكلوب في حكايه شكون تدليس في اللاعبين الكاميرونيين، هبطنا برشا حاجات على الكلوب ما نستحضرش تو ما نجم نبعث لك بعض، اي دونك كيما قلت كيما نهبطوا على اسبيرونس نهبطوا على ايتوال وعلى الكلوب وعلى جمعيات الكل معناها، واضح. ومانيش انا اللي كتبته المقال هذاك باش نكونوا واضحين، ما اما خو يسلم اما 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 ما اما ما اما معناتها عندي صحفيين يخدموا معايا وعندي ثقه فيهم وفي اخبارهم وفي مصادرهم، انا عبيد عندهم معناتها سنين في الدومين وعندي ثقه فيهم ما عندهمش حتى خلفيات معناها. ما اسلام ما قال كيف انهك نتاع انك مع، هو في حد ذاته اتهام معناتها انك معناتها تتهم الترجي بالتدخل
في القائمه الدوليه للتحكيم، تحس هيش معناتها هذه معناتها فيها بزيده بربيش معناتها في جمهور الترجي. باش نكونوا واضحين، راهو الترجي والا الافريقي والا جمعية الكل عندهم ايه يتدخلوا في التحكيم، واي جمعية تقول لك ما تدخلش في التحكيم هذه انا نقول لك راهم يكذبوا. اي جمعية تقول لك ما تدخلش، حط لي فلان وما تحطليش فلان وهذا معمول به، صحيح ما يتقالش وما يخرجش في الميديا، اما راهو موجود، واي جمعية الكل تتدخل في التحكيم. ونزيدك حاجة أخرى، ما عرفتش تقدرش تدخل ما تصدقهاش، اللي كتب المقالة ذاك مكشخ في الدم، كتب المقال هذا مكشخ في الدم، مكشخ في الدم. تنجم تعطينا اسمه؟ لا ما نجمش نعطيك اسمه، مكشخ في الدم، خاطر هو يكتب معنا يخدم في مؤسسة واحدة أخرى، هو ما هاي يخدمش معنا، فهمتك. كان خاطر ما يحبش يكتب باسمه، خاطر إذا كان يخدم يكتب، إذا كان يخرج اسمه اللي هو يخدم في مؤسسة واحدة أخرى عمل له مشاكل في الخدمة الأصلية نتاعه، فهمت؟ على ذاك ما هوش يكتب اسمه، سينو ما فما حتى مشكل معناه. فهمتك. سليم، في الآونة الأخيرة فما خبر تنشر انه معناتها في شكل هو اشاعه وفاه سليم شيبوب في المستشفيات، في احد مستشفيات العاصمه. والخبر هذا لقيناه في صفحه تحمل نفس الاسم متاع الجريده نتاعك، كيفاش نجم معناتها تفسر لنا الحكايه هذه؟ به اول حاجه نصحح معلومه اللي هي ما تحملش نفس الاسم، احنا ذي جريده امتى اسمها ذي ذي، الصفحه اللي قلت اي عليها اسمها 24 24 ذي ذي، وباج فيسبوك، واحنا جريده وانا مسؤول كان على الجريده اللي نخدم فيها انا. اي اذا جريدة، كان الجريدة نتاعكم ما عندهاش باج على الفيسبوك؟ ما عندناش باج فيسبوك، ما عندناش باج فيسبوك، واضح به. انا راهو مسؤول كان على الحاجات اللي نهبطهم انا، ديجا وضحت انا كي نغلط وعادي نغلط، وسيضيفوا اي انسان يغلط ويهبط اخبار غلط، انا واحد من الناس ياخذ ديسيزيون، اخبار الموت ما نهبطهمش بالكل، خاطر اخطر اخبار واخيب اخبار، وما تهبطهم اذا كان شيء، اذا كان عندك تاكيد من مصدر رسمي واثنين وثلاثه، من عائلته والا من جمعيه معينه هي هبطت والا من حد. سليم شيبوب اللي الناس يقولوا تعرف في حمله على سليم شيبوب، انا من اكثر العباد اللي صحاب انا وياهم ونتحادثوا بريسك بصفه ديما نحكيو، انا في الشهر نحكيو مره مرتين هذا عادي، وجاب حظي مرتين للراديو وطلبني في حاجات في ديزانفيتي حبهم يجيو وجابتهم لسليم شيبوب، ومعناها فهمت ما الخبر هذاك ما عندي بيه حتى علاقه. انا فما عبيط تحب اي حاجه تلصقها عليا انا، خاطر عندها مشكله شخصيه مع عندي انا معايا انا، فما فهمتك. اسلام، فما اسلام، فما واحد معين اللي حكيت لك عليه، الشخص هذا هو اللي قاعد في الجروب اللي حكيت لك عليه، هو اللي قاعد يحضر في العبايد وفي الباجيت، هذا هو في باجيت معينين نجم نسميهم باجيت استوديو ترجي ويوم كشخين والدوله ترجي، ديجا حكيت حتى مع ديزادمين في الباجيت هذوما وفسرت لهم الموضوع واقتنعوا، لكن قالوا لي انه ما نجموا يعملوا مع حد مع حد شيء معناه مع الشخص هذا، وانه مقتنعين بالكلام اللي قلته له معناه. اي ما انت شنو اللي خلى العداوة بينك وبينه؟ هل هي عداوة شخصية بينك وبينه؟ صدقني ما نعرفش الحقيقة، نقول لك كيفاش، مرة بعث لي هو على الفيسبوك سبني انا، فما عباد تسبني انا خويا ما نتقلقش وعادي وشريف باش نسب في الخدمة نتاعنا، اما توصل تسب لي امي وتسب لي وقال تجبد لي مرتي انا خويا رجع علي كده، وانا انسان وما نحبش ونسبك كما سبيتني، تحكي معايا بتربية انت، اول ما حكيت معايا انت حكيت معايا بتربية ولا اي جاوبتك وفسرت لك ووضحت لك، وما عندي مشكله مع حد، الناس كل واضح لهم، اما تدخل ديريكت تسب معناها وتجبد العرش نتاع العرش نتاع العرش نتاع فلان، دونك حتى حد ما يقبلها، هو الحكايه هذه ما قبلهاش فرامو، وخليته هو من قولك ما سبيته وسبيته الحقيقه، اما بعد ما عمل لي هو يمكن حاجه هذه اللي خليته هو يعمل الحمله نتاعه. بون سليم، هذا هو معناتها شنو كنت معناتها باش نسألك، معناتها فقط للتوضيح البرشا مكشخين، هذا شنو معناتها؟ هذا ما عندي ما نسألك، فقط دونك يعطيك الصحة، عايشك. وجيت نحب نوضح شنو عندك ما تقول، شنو عندك ما توضح للجمهور الترجي؟ كما قلت لك راه ما عندي حتى مشكل لا مع ترجي لا مع الافريقي ومع الاتوال مع حتى ولا صفاقس وحتى جماعي، والناس اذا كان نطلب من الناس مش اذا كانوا شافوا في حاجة في بلاجة كبيرة راهي صحيحة، ماذا بين الناس كل حتى ولات عندنا ثقافة في تونس نتاع التونسي بصفة عامة نتاع السبان، نطلب منهم يدخلوا ويثبتوا ويلوجوا اسكو الانسان هذاك يتعامل مع جمعية الكل كيف كيف ولا لا. بالمناسبة سليم، شنو هي جامعتك المفضلة؟ اتحاد منزل مين؟ بالله اوكي واضح. بون عايش عايشك سليم، بارك الله فيك على مرحبا قبول الدعوة باش تعمل معنا الحوار توضح برشا حاجات مرحبا في للكاشخين. كل وقت، عايشك، بارك الله فيك. يعطيك الصحة وبالتوفيق لكم إن شاء الله.
عايش، بارك الله فيك.